موضوعنا النهاردة بنعمة ربنا عن رحاب. بيقول لنا معلمنا بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين الإصحاح 11: بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. ومعلمنا يعقوب يكلمنا يقول لينا: كذلك رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر. قصة رحاب في مجمل القصة، الأول اسمها معناه الرحب أو السعة، كلمة رحاب يعني حاجة رحبة، حاجة متسعة، فكلمة رحاب بتعني الرحب أو السعة. وعلشان نعرف إن رحاب كانت عايشة في الزنا فهي كانت بتحيا في الطريق الواسع، والسيد المسيح للمجد قال: ما أوسع الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك. فرحاب كانت بتسلك الطريق الواسع. قصة رحاب ان لما بعت يشوع جاسوسين لتجسس ارض الموعد ودخلوا المدينة، وكان مفروض ان الجاسوسين دول يتعرضوا للخطر، فوجدنا ان رحاب استضافتهم عندها وخبتهم وأنقذتهم، وبعدين قالت لهم: شوفوا أنا عملت معاكم معروف إن أنا استحيتكم، فأنا بطلب منكم إنكم تردوا لي المعروف وتستحيوني أنا وأهل بيتي. فكان طلب رحاب الحياة، بتطلب إنها تعيش. فوعدها الجاسوسين وقالوا لها: نفسينا عوض نفسك، يعني اذا انت تمسيتي احنا الاثنين نموت قبل منك، احنا نكون عوض عنك. وبالشكل ده وجدنا ان رحاب اتفقت معاهم وخبتهم. يشوع ابن نون اللي ارسل الجواسيس هو اساسا كان احد الجواسيس اللي تجسسوا ارض الموعد. لما موسى النبي بعت 12 جاسوس من كل سبط طلع واحد، كان يشوع وكالب احد اللي هم ال 12 جاسوس، كانوا هم الاثنين. فلما يشوع استلم القياده على ما يبدو لانه هو جاسوس سابق، اختار جاسوسين وقال لهم: روحوا علشان تتجسسوا ارض الموعد، لأن هي دي الشغل اللي عملها أيام موسى النبي. ولما بعت الجاسوسين دول اتقابلوا مع رحاب الزانية. معروف إن هي خبأتهم، ولما خبأتهم خبتهم على السطح، ويقولوا كان في عيدان كتان كانت بتنشفهم على السطح، وكانت كمية كبيرة فدخلتهم في وسط عيدان الكتان. ولما جه رسل الملك ملك أريحة قال لها: اخرجي الجاسوسين اللي دخلوا عندك. قالت لهم: هو صحيح دخل عندي اتنين، انا ما اعرفش هم جم منين، ولكن الاتنين اللي جوني انصرفوا في الطريق ده وشورت لهم على الطريق، فطلعوا علشان يتبعوا الجاسوسين اللي هم رسل الملك، طلعوا وراه، وفي نفس الوقت هي كانت مخبياهم على السطح. واضح الآباء بيقولوا إن هي ربما إن هي كانت امرأة زانية، وربما إن هي لأنها كانت صاحبة فندق وكانت بتستضيف الناس اللي بينزلوا عندها أطلق عليها كده، وبرضك بيقولوا ربما إنها اعتزلت العمل بتاعها وابتدت في الوقت ده تعمل في عمل تاني اللي هو شغل الكتان،
وعشان كده بيقولوا كانوا في كمية عيدان كتان بتنشفها على السطح. لكن على أي حال واضح إن المرأة دي كانت بتطلب الحياة، مش عايزة تعيش في الموت. وفي الوقت اللي هي نزلت تحت تقابل رسل الملك، لكن كان فكرها فين؟ على السطح فوق، لأن هي فوق مخبية مين؟ الجاسوسين. فحلوة قوي إن واحد يعيش تحت ولكن فكره يكون فين؟ فوق. فهي كانت المرأة دي بتحيا بالطريقة دي. بتنتهي القصة طبعا إن هما استحيوها هي وأهل بيتها، ادوها علامة الحبل القرمزي واستحيوها هي وأهل بيتها. الشخصيات اللي احنا هنتعرض ليها، أول شخصية طبعا هي شخصية رحاب. رحاب بتمثل الإنسان الخاطي، ومش أي خاطي، ده الإنسان اللي بيعيش في عمق الخطية حتى إن اسمه يلتصق بيها. فلما تذكر رحاب يذكر أنها زانية. فالإنسانة دي عاشت في عمق الخطية، عاشت في الطريق الواسع اللي قال عنه رب المجد اللي يمشي في الطريق ده نهايته الهلاك، نهايته الموت. فهي عاشت في الطريق الواسع. رحاب في نفس الوقت كانت تمثل المرأة الذكية اللي وقفت أمام الجاسوسين وقالت لهم شوفوا أنا عملت معاكم معروف، عايزاكم تدوني عوض هذا المعروف. ولما سألوها عن طلبها قالت لهم أن تستحيوا نفسي. مش ناس كتير بيطلبوا الحياة، في ناس عايشين في الدنيا وبيطلبوا الموت، وفي ناس عايشين في الدنيا وماشيين في طريق الموت ومكملين فيه وبيمشوا فيه بخطوات سريعة. لكن هذه المرأة كانت تطلب الحياة، ودي نقطة حلوة تذكر للمرأة اللي من أريحة. الشخصية الثالثة أو الثانية تمثل ملك أريحة. ودايما في الكتاب المقدس لما يقول لنا عن ملك معادي لشعب بني إسرائيل نعرف إن ده يمثل الشيطان. أي ملك معادي لشعب بني إسرائيل يمثل الشيطان. فما أجي أتكلم عن فرعون أقول فرعون يمثل الشيطان، وما أتكلم عن ملك أريحة يمثل الشيطان. فلما يجي الشيطان نبص نلاقيه على طول يطارد رجال الله. أول حاجة عملها ملك أريحة قال لها اخرجي الجاسوسين اللي دخلوا عندك. تقول لي ايه الحكاية؟ هو الملك ده ساكن في بيت مقابل لبيت رحاب؟ اقول لك لا، ده الشيطان بيعرف كل عمل بيعمله اولاد الله. لما الشيطان اتقابل مع ابونا ابو مقار قال له شوف يا ابو مقار انت تصوم ونحن لا نأكل، أنت تسهر ونحن لأننا إحنا قاعدين لك. يعني شايفينك وقت ما بتصوم وشايفينك وقت إيه؟ لما بتسهر. لما جاء الشيطان يحارب القديسة يوستينا كانه رايح جاي عليها، ولما سأله رئيس الشياطين إيه حكايتك؟ قال له أنا كل لما أروح لها لقيها واقفة بتصلي. ملك أريحة قال لها اخرجي الجاسوسين. يعني إيه؟ أقول لك أول ما رب المجد دخل للعالم حس به هيرودس وأمر بقتل أطفال بيت لحم كلهم. منين عرف؟ ده شغل الشيطان، شغل الشيطان. ولما وصل المجوس سمع عن مجي المجوس. فالشيطان بيعرف كل حاجة بيعملها أولاد ربنا، والشيطان بيجي علشان يقف ضدهم. فالشيطان اللي موجود هنا يعتبر ملك أريحة هو ممثل للشيطان.
الشخصية اللي بعد كده هي شخصية يشوع. شخصية يشوع تمثل ربنا يسوع المسيح. احنا قلنا ان يشوع هي يسوع معناها مخلص، ويشوع الشين في اللغة العبرية والسين واحد، فيشوع هي يسوع أي مخلص. فهنا شخصية يشوع تمثل شخصية رب المجد. الرسولين أو الجاسوسين لما اتكلم عنهم معلمنا يعقوب يقول خبأت الرسل، فمعلمنا بولس الرسول يقول الجاسوسين، وأما معلمنا يعقوب فيقول الرسل. فهم الرسل وهم الجاسوسين، فالاثنين دول يمثلوا الإرساليتين اللي بعتهم رب المجد. الجاسوسين إرسالية الاثناشر تلميذ وإرسالية السبعين، فهنا الرسل يمثلوا الإرساليتين مع بعض. وفي نفس الوقت الآباء يقولوا إنهم يمثلوا وصيتين، وصية تحب الرب إلهك ووصية تحب قريبك كنفسك، وبالوصيتين دول يمكنك أن تخلص. عشان كده المرأة لما خبت الجاسوسين قدرت إنها تخلص وما تحكمش عليها بالموت لأنها خبأت الجاسوسين. بعد كده كلامنا هيكون عن مدينة أريحة. إيه هي مدينة أريحة؟ مدينة أريحة بترمز للعالم، والعالم دايما لما نكلم الناس يقولك العالم انترستك، حاجة يعني مشوقة. يوم ما واحد يروح للبحر يقولك مفيش بعد كده، ويوم ما واحد ينزل مصيف يقولك ما شفتش في جمال الشاطئ اللي هناك، ويوم ما واحد يروح في مكان علشان خاطر يقضي وقت يقول لك انا ما حسيتش بالدنيا، الوقت جوه حد كله كانه دقايق، ويروح مصيف شهر يقول لك الشهر ده ما عداش كانه ايام. العالم ايه؟ مشوق. العالم لذيذ، كل اللي يعيشوا في العالم يقول لك العالم ريحته حلوه، العالم ريحته حلوه. ومعنى كلمه اريحه الريحه الحلوة، وأريحة تمثل العالم. زمان لما في سفر الملوك إليشع جم الرسل علشان يكلموه عن أريحة، قالوا له هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فرضية والأرض مجدبة. يقول له المدينة موقعها حلو، لكن المية اللي بتطلع من الأرض هناك ردية، والأرض نتيجة إن المية ردية الأرض إيه؟ مجدبة. لما تطلع المية مالحة هنتظر إيه يطلع من الأرض؟ لك شوك وحسك، مش هتنبت لك حاجة، أرض مجدبة. فعشان كده يقولوا الموقع حلو، الريحة حلوة، ولكن المية نيجي نشربها نلاقي المية بتاعتها مالحة. كل من يشرب من هذا الماء ايه؟ يعطش. هي دي المية اللي احنا ممكن ناخدها من العالم او من أريحة. الارض مجدبة لانها تنبت شوكا وحسكا. تاني حاجة في المدينة يقول لنا المدينة محصنة، يعني المدينة ليها اسوار حصون. واما نيجي نبص للعالم نلاقي كده العالم، يقول لنا حصون ومليانه مخازن. حتى ان يشوع قالوا له لو قعدت تحاصر في البلد دي شهور وسنين مش حدش هيطلع لك بره، لان عندهم خزين جوه يكفيهم لايام كثيره، فمهما قعدت بره محدش هيطلع لك، لان عندهم الخير كفايه او عندهم اللي يعيشهم. فهو كده العالم. اللي يعيش في العالم يقول لك انا العالم بيديني كل اللي انا عايزه. تعالى كده الواحد قول له
انت بتاخد ايه من الدنيا؟ يقول لك كل اللي انا عايزه، كل اللي نفسي فيه بعمله. تعمله ازاي؟ يقول لك بفلوسي. فالعالم بيقدم الشهوة ويقدم الغنى ويقدم المتعة ويقدم الاكل ويقدم الشرب، وكل ده يتوفر في أريحة اللي هي تمثل العالم. لكن مشكلة أريحة زي ما قال رب المجد ان الوصول لأريحة فيه ايه؟ نزول. يقول كان انسان نازلا من اورشليم الى أريحة، بحسب الموقع الجغرافي أريحة تحت، وبحسب المعنى الروحي برضك اللي ينزل للعالم لازم ينزل ايه؟ لتحت. الاثنين فيهم هبوط. مين هم اللي سكنوا أريحة؟ سكن في أريحة ثلاثة. أول واحد سكن في أريحة يقول لنا رحاب، وكانت زانية. رحاب تمثل إيه؟ شهوة الجسد. إيه اللي بناخده من العالم؟ شهوة الجسد. فسكنت أريحة رحاب، وكانت رحاب زانية. تاني حاجة في أريحة كان بارتيماوس، وكان بارتيماوس إيه؟ أعمى. كان بارتيماوس أعمى. أول حاجة شهوة الجسد، وتاني حاجة إيه؟ شهوة العيون. آخد من العالم يصيبني العالم إيه؟ بالعمى. أصاب بالعمى الروحي، ما بقاش شايف. أول شيء ياخده مني العالم لحظة ما أنا أنظر ليه يفقدني. واحد يقول لي ده أنا كنت غير كده، ده أنا كانت عينيا ما تبحلقش في حاجة، عينيا ما تحبش تطلع لحد، إيه اللي جرالي؟ ما أقول له ده اللي ضيعه، فقدت طهارتك، فقدت براءتك. أول حاجة بياخدها مننا أول ما عيننا تتفتح على الشر، قوم ياخد مننا العين الكويسة. لما الأنبا أنطونيوس اتقابل مع ديديموس، وكان ديديموس ده ناظر المدرسة الإكليريكية في اسكندرية، فلما الأنبا أنطونيوس اتقابل معاه سأله سؤال، قال له هل أنت حزين إنك فقدت عينك الجسدية؟ فديديموس اختشى وخجل وطقطق براسه للأرض وما تكلمش. فرد عليه أبونا الأنبا أنطونيوس قال له لا تحزن أنك فقدت العين الجسدية التي بها نشارك الحشرات والهوام، ولكن منحك الرب عين روحية بها تعاين الإلهيات. فالإنسان اللي بيفقد العين الروحية بيلطش في الحياة، بيعيش يتلطم في الأرض، ما يبقاش عنده البساطة، ما يبقاش عنده القداسة، ما يبقاش عنده الطهارة. تبص تلاقيه عمال كل حاجة ينظر ليها غلط. الإنسان اللي تعود إن يدين وينتقد الناس يبقى يقول لك عنده العين النقادة. راحت فين عينك البسيطة؟ ما أنا اللي ضيعتها، أنا اللي بنتقد. عشان كده أيوب الصديق يقول عبارة جميلة تفيدنا كلنا، يقول وضعت في قلبي ألا أتطلع إلى عذراء، ألا أتطلع إلى عذراء، أنا هحافظ على عيني ببساطتها وبقداستها. فالتلاتة اللي سكنوا أريحة، أول واحدة رحاب الزانية، ورحاب إنسانة مغلوبة من شهوة الجسد، وده تاني واحد بارتيماوس الأعمى اللي ورد ذكره في مرقس 10، وده كان ما بيشوفش. تالت واحد سكن هناك هو زكا، وورد ذكره في لوقا 19، وكان زكا يعمل رئيسا للعشارين. تعظم المعيشة، يبقى شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة، هم دول اللي ساكنين في أريحة. تالت واحد زكا العشار. تقول لي ايه اللي بيعيش في العالم؟ اقول لك هو ده اللي بيعيش في العالم. وايه اللي بيديهولنا العالم؟ اقول لك هو ده اللي بيقدمهولنا العالم. والكنيسة عشان توعينا قم كل يوم في القداس
الشماس اللي يقرأ يقول لك لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته إيه؟ ما اللي في العالم إيه؟ شهوة جسد وشهوة عيون وتعظم معيش. إذا مشينا وراها هنهلك. معلمنا بولس الرسول يقول إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. عشان كده داود النبي تقول له إيه رأيك في العالم؟ يقول لك ده باطل باطل. طب وتعمل ايه داود؟ يقول له أردد عيني لأي لا تعاين الأباطيل. إذا كان اللي في العالم ده باطل، فأنا بقول له رب رد عيني لكي لا تعاين الأباطيل. أنا هاخد ايه لما أبص لشهوة جسد؟ هاخد ايه لما نظرتي تبقى لشهوة جسدانية ولا لتعظم معيشة ولا أميل لرغبات مش مظبوط؟ نهايتها موت. عشان كده بيقول له أردد عيني لألا تعاين الأباطيل. إن كنت يا رب حطيت بوابة هنا ممكن من خلالها يهلك الجسد كله، فبليز يا رب أنا بطلب منك أردد عيني لألا تعاين الأباطيل. لو سألت كده زكا وقلت له أنت سكنت في أريحة، هيقول لك أيوة سكنت. أقول له إيه رأيك في الحياة في أريحة؟ يقول لي الحياة سهلة، العيشة حلوة والحياة إيه؟ سهل، كل اللي أنا عايزه بعمله. فأريحة دي تمثل الريحة الحلوة، الريحة الحلوة. الإنسان لما يشم ريحة حلوة حتى لو ماشي في شارع تلاقيه ينجذب للريحة، لو تقدم وردة تلاقيه ينجذب للوردة. فأريحة تمثل الريحة الحلوة، لكن اللي داخلها فيه الموت. أريحة دي كان في حكم صادر ضدها. ما انت هتقول الريحة الحلوة والجمال ده كله ده يعيش للأبد؟ اقول لك لا، الجمال ده جمال براني، الجمال ده جمال من الظاهر، عامل زي القبور المبيضة، لكن من الداخل مش كده. عشان كده يقول لنا في سفر التكوين ربنا لما يتكلم مع أبونا إبراهيم يقول له اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. يعني في مدة 40 سنة، وبعد 40 سنة الحكم هينفذ. تقول لي طب ده الحكم صادر لبني إسرائيل، إن بني إسرائيل هيكونوا عبيد مدة 40 سنة. أقول لك صح، بني إسرائيل عبيد 40 سنة، لكن أنا هأستعبد 40 سنة، وبعد 40 سنة مفيش عبودية تاني. فأنا ربنا هيديني أرض الميعاد اللي أنا أعيش فيها، يبقى بالتالي ربنا هيفضيلي الأرض التانية. ففي الوقت اللي ربنا بيقول شعب يستعبد 40 سنة، بيقول لأن ذنب الأموريين لم يكن كاملا أمامي. ذنب الأموريين، كأس غضبهم هيكتمل بعد 40 سنة، وفي كمال 40 سنة يكتمل كأسهم وشعب يكتمل عبوديته، ويبقى بالتالي اكتمل الأمرين. عشان ما حدش يجي يقول يعني ربنا ليه بيعمل كده في الشعب ده، اقول لك لا، ده تركهم 40 سنة بطول أنا، بعد 40 سنة ينفذ الحكم. أريحة دي اللي محكوم عليها بالموت بتقع جنب نهر الأردن، ونهر الأردن في التاريخ بيشير لنهر الموت، وحتى المصب بتاعه في البحر الميت. فيقول لنا نهر الأردن ده يشير في العهد القديم إلى نهر الموت والمصب بتاعه. فاللي يعيش جنب نهر الأردن يبقى حكم الموت صادر عليه. وأريحة دي بتقع جنب نهر الأردن وبتشرب من ميته، فأريحة دي محكوم عليها بالموت لأن بتشرب من مية العالم. لكن اللي عايز يعيش مع ربنا لازم هيعبر النهر. فأقوم أنا معبر النهر أخلع الجسد الميت ويجدد فيا ربنا جسد تاني، قوم أعيش معاه.
لكن انا ما اقدرش اعيش مع ربنا بجسد الموت. عشان كده بولس الرسول يقول من ينقذني من جسد هذا الموت؟ لا يمكن للمائت ان يرث عدم الموت، ولا بد ان يبتلع الموت من الحياة. فكان لازم عبور نهر الموت، وان الشعب ده بعد ما يجتازه يعيش مع ربنا او يخلع الانسان العتيق. أريحة تشير للخروج من العالم، أريحة تشير للخروج من العالم. طبعا تصوروا إن مدينة قائمة جنب نهر الموت، وفعلا هو ده العالم. العالم اللي بيدخل فيه، في حد بيدخل العالم ويطلعش منه إلا بالموت؟ فيش حد أبدا. دي سكة طريق الأرض كلها، كل اللي بيدخل العالم بيطلع منه ميت. فأريحة دي ما بيدخلهاش إلا لما يطلع منها ميت، لأنها تقيم جنب نهر الموت. حتى موسى النبي لما جم في آخر أيامه وبيقول وصيته، قال لهم أنا ذاهب في طريق الأرض كلها. هو دي سكة الأرض كلها. النهاردة لما كمل ذنب الأموريين وكملت 40 سنة، يقول دخل يشوع المدينة وأحرقها بالنار مع كل ما بها. تقول لي ازاي يحرق المدينة بالنار؟ أقول لك ده حكم صادر من ربنا من 400 سنة. الشعب ده محكوم عليه بالموت، والمدينة دي محكوم عليها بالحرق. زي ما ربنا منفذ الحكم في سدوم وعمورة، هنا بينفذ حكمه. وتنوا سايبهم ومديهم فرصة 400 سنة، لحد ما جاء الوقت قال ذنبهم قد اكتمل أمامي كأس غضب الله، فتنفذ الحكم. لكن الحكم ده صادر، الحكم ده صادر من 400 سنة. مين اللي يعرفه؟ يعرفه ربنا ورجال الله. لذلك ربنا قاله لابونا إبراهيم، قال له بعد 400 سنة هنفذ حكم، لكن مش دلوقتي، لأن ذنب الأموريين ليس كاملا أمامي. فالحكم ده يعرفه الله ويعرفه رجال الله. ياما أحكام يعرفها ربنا وربنا بيعلنها لولاده. لكن أريحة دي زي ما هي، ما بنقول عليها مثال، هي برضك صورة. صورة لإيه؟ يقول لنا معلمنا بطرس الرسول سيأتي الرب كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. هي صورة للعالم اللي احنا فيه. مش قلتلكوا صورة للعالم؟ لازالت أريحة تمثل العالم. العالم ده نهايته هتكون ازاي؟ معلمنا بطرس الرسول يقول هيحصل تزول السماوات بضجيج وتنحل وتحترق الأرض والمصنوعات. وهنا ربنا ادى حكم ضد أريحة بالحرق. فالحكم الصادر ضد أريحة حكم صادر ضد الأرض اللي احنا عايشين عليها. أريحة تمثل العالم، والأرض اللي احنا عايشين فيها هي العالم. فربنا يقول الحكم اللي صادر زمان لازال الحكم صادر على الأرض اللي احنا عايشين فيها. عشان كده يقول لنا تزول الأرض وما عليها. كل مين اللي يعرف الحكم ده؟ يعرفه برضك ربنا ويعرفه رجال الله. قوم ربنا أخذ يوحنا وطلعه للسماء معاه وقال له تعالى اكتب ما لابد أن يكون، وابتدى يدينه علامات لنهاية الأزمنة، وقال له اكتب لأن هذه الأقوال صادقة وأمينة. كله هيحصل، بس مين اللي يعرف الأحكام دي؟ يعرفها ربنا ويعرفها رجال الله. وإحنا دلوقتي بنعرفها. إحنا كلنا عارفين إن الحكم ده صادر من ربنا في الإنجيل. حكم صادر من ربنا ان الارض دي هتتحرق وكل اللي عليها وكل العناصر اللي فيها هتنتهي ومفيش ولا حاجة هتتبقى على الارض. ستزول الارض وما عليها بضجيج. طب اذا كان ربنا اعلن ده في العهد القديم 400 سنة والشعب ما استعدش، طب النهاردة ربنا اعلنه لينا في الانجيل وقال ان ده هيتم، اي مشاعر مفروض ان احنا نعيش فيها؟ أهل أريحة في الوقت ده عشان تشوفوا الحالة اللي كانوا فيها،
يقول لنا كان وقت الحصاد أبهج وقت بالنسبة للأرض، وقت الحصاد أجمل وقت. يقول لك يفرح الحاصد والزارع معا، يقول لك وقت فرح. فالوقت اللي كان في أريحة وقت إيه؟ فرح. عمالين جمعوا وفتحين المخازن وعمالين يشونوا والحنطة مالية الأرض، وقت فرح. فيقول لنا المدينة كانت في أفراح، وفي نفس الوقت ينتظرهم إيه؟ قصاص الله، قصاص الله. ويقول لنا برضك في اليوم الأخير الكل هيكونوا زي ما هم عايشين حياتهم، ويجي يوم الرب كإيه؟ كلص، لا نعرف معاده. اللي فرحان فرحان، واللي على السطح على السطح، واللي قاعد في البيت في البيت، واللي عايش في الخطية، واللي كل واحد زي ما هو. ويقولوا يأتي يوم الرب إيه؟ كلص. نفس الصورة حصلت برضك في العهد القديم، إن جيش كورش في يوم من الأيام راح على بلشصر، ومكتوبة في سفر دانيال، وكان عامل فرح كبير جدا لأنه ابن لنبوخذ نصر. وفي وسط الفرح ده دخل عليهم بغتهم الجيش وقتل كل الموجودين في وقت الفرح. فأنا بقول لك ده يمثل أريحة، يمثل العالم اللي احنا بنعيش فيه. عشان كده في إنجيل متى يقول وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيام مجيء ابن الإنسان. مين اللي خلص؟ يقول لك لم يخلص أحد سوى إيه؟ رحاب وأهل بيته. يقول لك كده في اليوم الأخير سيأتي الرب لعله يجد الإيمان على الأرض. لا تخف أيها القطيع الصغير، قليلون هما الذين يخلص. كل ده قاله ربنا، وده بيتنفذ في الوقت الحالي. نسمع بيتين كده من ترنيمة وبعد كده. باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد، امين. عايزين نلقي الضوء على شخصيه رحاب. رحاب دي كانت انسانه عجيبه، مش مجرد انها انسانه ذكيه، لكن كانت انسانه عجيبه فعلا. بتقول لقد سمعت عن عمل الله مع شعبه منذ 40 سنة. دي كانت طفلة صغيرة، ولا أهاليها اللي قالوا لها، ولا سمعت إزاي؟ سمعت عن عمل ربنا مع شعب بني إسرائيل أكيد وهو بيعبر البحر الأحمر. بتقول وقالت للرجلين علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض. الرب قد أعطاكم إيه؟ هما لسه ما خدوهاش، بس بتقول لهم أنا عرفت. عرفت منين؟ إنسان عجيب. وأن رعبكم قد وقع علينا. شايفة اتنين قدامها جواسيس جايين هربانين وهي بتخبيهم، يعني مش في وضع يقول ان في قوة. وفي نفس الوقت تقول الرب قد اعطاكم الارض قبل ما يديه. انا عرفت ربنا لسه ما اداش الارض، ولكن هي بتتكلم عن شيء لسه هيحصل. وان جميع سكان الارض ذابوا من اجلكم لاننا قد سمعنا كيف يبث الرب مياه بحر صوف، تقصد البحر الأحمر، قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن سيحون وعوق اللذين حرمتوهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبق بعد روح فينا. ايه عجيبة المرأة دي، يعني تقول له انا عرفت ان ربنا نشف البحر، وعرفت ان ربنا كان ماشي معاكم قدامكم، واللي عملتوه في الملوك، وذابت قلوبنا ولم تبق بعض الروح في انسان بسببكم، لان الرب الهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الارض من تحت. حتى المراه دي اعلنت ايمانها، قالت له الرب بتاعكم ده هو الله اللي في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. ده ربنا بتاع العجائب، ده ربنا بتاع المعجزات اللي احنا سمعنا عن عمايله معاكم فذابت قلوبنا فينا. المرأة دي بيقول عنها معلمنا بولس الرسول، قال انها انسانة مؤمنة،
ومعلمنا يعقوب يقول إيمان بدون أعمال ميت، فتكلم عن ناحية أعمال هذه المرأة. فهنا معلمنا بولس الرسول يقول بالإيمان رحاب لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. ده الإيمان، وحطها من ضمن أبطال الإيمان. أما معلمنا يعقوب فيقول كذلك رحاب الزانية أيضا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر. يعني واحد يقول لي دي بطلة من أبطال الإيمان، والتاني يقول لي تبررها جه نتيجة أعمالها. أما تبررت بالأعمال، تقول له إيه اللي عملته؟ يقول لك هي قابلت الجاسوسين وتحملت المسؤولية ونزلتهم وأنقذتهم. فبيقول دي تبررت بالأعمال. العجيب إن كل الشعب يهلك بما فيها الملك، ولا يخلص منهم إلا رحاب الزاني في وسط البلد دي كلها. لو النهاردة جبنا خادم وقلنا له يا خادم روح اخدم البلد دي، والبلد اللي فيها كم مليون ولا كم ألف، في واحد بس هيخلص، هيروح الخادم؟ صعب صعب. يقول لك يعني نسيب الآلاف اللي بخدمهم وروح عشان نفس واحدة؟ لكن ده شغل ربنا. في يوم من الأيام كرنيليوس، وده واحد أممي وإنسان حلو، فربنا يقول له يا كرنيليوس صدقاتك وصلواتك اتقبلت، وبعت لك واحد يقوم يبعت له بطرس الرسول عشان يتعامل مع كرنيليوس. وقبل ما يبعت بطرس، بطرس ده اصله يهودي، فاليهودي متزمت، انا ازاي هروح اتعامل مع الاممي؟ فربنا يوري له شويه رؤى ملايه نازله وشويه حاجات، وبعد كده يقول له طب خلاص بقى روح لكرنيليوس. كل الاعداد ده ربنا بيعمله عشان مين؟ كرنيليوس. كرنيليوس يا رب قد كده مهم معاك؟ هي دي النفس، اهميه رحاب هي اهميه كرنيليوس، هي اهميه الخصي الحبش اللي كان ماشي وبيسلي وقته، قام فتح الكتاب وقعد يقرا في كتاب ايه؟ اشعياء. انا وانت ما بنحب نسلي الوقت بنسليه بطريقه تانية، نشغل وقتنا نحكي مع واحد، نتسلى، نفتح التلفزيون. لكن شوف الراجل ده اما حب لقى نفسه زي ما بيقولوا بورينج، زهقان، قام فتح ايه؟ الكتاب المقدس، قرا في سفر اشعياء، وبعدين قاعد يقرا يقرا ومش فاهم. تقول لي انا ما بفهمش الانجيل بقفله واحطه على جنب، لكن ده مش فاهم وقاعد ايه؟ يقرا. القرايه دي ليها بركه حتى لو انا مش فاهم، والكلمه ليها تاثير جوايا حتى لو انا مش فاهم، والكلمه بتقدسني وبتطهرني وبتنقي عيني حتى لو انا مش فاهم. قوم جاله في لبس وبيقول له هل انت فاهم اللي بتقراه؟ قال له لا مش فاهم. طب بتقرا ليه؟ بتقرا ليه وانت مش فاهم؟ لا انا حاسس بتاثير الكلمه جوايا حتى لو انا مش فاهمها. قال له هل تفهم ما تقرا؟ قال له ازاي افهم اذا ما كانش حد يشرح لي، اذا كانش حد يفهمني؟ فابتدى يشرح له الكلام اللي موجود، وكان بعته ربنا ليه قال له رافق يا فيلبس هذه المركبه، فرافق المركبه وخلص نفس الخصي الحبشي. ده شغل ربنا. يبقى ربنا ممكن يبعت لرحاب اتنين يدخلوا المدينه ويلفوها وما يخلصوش غير رحاب، ويتقع اسوار المدينه كلها الا الحته اللي موجوده فيها رحاب، كل السور يتهد ما عدا منطقه رحاب، لان دي احتمت في ربنا وطلبت الحياه. كام واحد بيطلب الحياه؟ الشاب الغني جال رب المجد وقال له ماذا اعمل لارث الحياه؟ ولما المسيح قال له تعمل ايه عشان ترث الحياه؟ يقول الكتاب ايه؟ مضى حزينا. عشان كده بقول كام واحد من نوعيه رحاب اللي قوما ما هو يسمع كلمه ربنا ينفذها؟ كام واحد بيطلب الحياه وبيسعى في طريق الحياه؟ ما هو الشاب الغني طلب وممشيش، لكن رحاب طلبت ونفذت. رحاب إنسانة حملت إيمان عجيب، إيمان عجيب. قالت لهم تستحيوني مش أنا لوحدي، أنا
وأهل بيتي. وبولس الرسول يقول من لا يهتم بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان. ودي أول حاجة تطلبها، تقول له أنا وأهل إيه؟ بيتي. كل الناس اللي معارفي وحبايبي وأهلي تخلصوه. فقال لها طب خلاص، كل اللي يدخل جوه البيت ويحتمي يحرس، لكن اللي يطلع بره البيت دمه على رأسه. حطي الحبل القرمزي في الشباك، وده يكون لك عن طريقه الخلاص. المرأة احتمت في ربنا وطلبت الحياة، وبالتالي كان ليها خلاص، رغم انها عاشت في وسط شعب هالك زي لوط وزي نوح، الا ان ربنا خلصهم رغم هلاك الشعب كله. العجيب ان شعب بني اسرائيل نفسه كل شوية ينسى احسانات ربنا، كل شوية وينسى اعمال ربنا معاه، ويعدي بيهم البحر ويقولوا له احنا ما فيش مدافن في مصر، ما كنت سبتنا في مصر اتدفننا. لقلة المدافن في مصر طلعتنا عشان ندفن في البرية. وكل شوية كانوا يتعبوا ربنا، لحد اما ربنا يقول مقت هذا الشعب، زهقت منه. اما هذه الزانية فتقول له قد سمعت عن عمل ربنا معاكم من 40 سنة، الهكم هو الله في السماء وعلى الارض من تحت. انسان عجيب، تقول له ربنا بتاعك ده نشف البحر، ربنا ده بيعمل الهواية، يعمل العجايب، ربنا بتاعك ده موت كل الملوك اللي قدامكم وفتح لكم طريق، ربنا بتاعك ده ما فيش زيه. احنا سمعنا عنه فذابت قلوبنا فينا. مين يقول الكلام؟ شعب بني اسرائيل نفسه ما قالش كده، لكن هذه المرأة اللي من بعيد تعرف أعمال الله أكتر من شعب بني إسرائيل نفسه، وكلامها ده كان يحمل نبوة عن كنيسة الأمم. ملك أريحة اللي بيمثل الشيطان يدور على الرسل بتوع المسيح، وده اللي عمله الشيطان في كل الأجيال، يدور على الرسل بتوع ربنا فين عشان يقتله، يدور على كل واحد بيتكلم بالإنجيل ويأيده. حتى البلاد معينة يقول لك الإنجيل ما يدخلش البلد، هو ده شغل الشيطان، بيقيد، يحاول يأيد كلمة ربنا. وبعدين إذا أنت سمعت كلمة ربنا ودخلت فيك، يقول لك اخرج الجاسوسين اللي مدخلوا عندك، ترجع البيت فرحان ومتعزي، تقول لي ياه ده أنا النهاردة تعزيت، أخدت كلمة ربنا. تلاقي الشيطان واقف لك يقول لك اخرجي الجاسوسين، كلمة ربنا اللي دخلت فيك طلعها بره، هو ده عدو الخير. حتى لو وصلت كلمة تعزية يحاول يسلبها ليك، ياخدها بأي حاجة، هو ده شغل الشيطان. عشان كده ملك أريحة نقول يمثل الشيطان. في كل مرة رب المجد يعمل إرسالية يرد على الشيطان بإرسالية تانية. أول ما ربنا ما خلق آدم وحواء الشيطان بعت لهم مين؟ الحي. تقول لي ربنا بيعمل والشيطان أيضا إيه؟ يعمل. أما موسى وهارون راحوا وابتدوا يعملوا معجزات بعصا موسى، ابتدى السحرة يشتغلوا بشغل الشياطين، ربنا يعمل والشيطان كمان إيه؟ يعمل. عشان كده بقول لكم لما الشياطين جملة بمقار قالوا له أنت تصوم ونحن إيه لنأكل، أنت واقف وإحنا كمان واقفين لك. في العهد القديم ربنا يبعت الأنبياء القديسين، ومن ناحية تانية زي ما يبعت أرمية وأشعية وإيليا، كل دول أنبياء حلوين، تبص تلاقي من ناحية تانية يقول لك وظهر الأنبياء الكذبة. ظهر إيه؟ الأنبياء الكذبة. طب ليه الأنبياء الكذبة؟ يقولك الأنبياء الكذبة بيجوا علشان يقفوا ضد الأنبياء بتوع ربنا، فربنا يبعت أنبياء صادقين، يبعت الشيطان أنبياء كذبة عشان يشوشوا على الموجة. الإرسال اللي جاي نقي وحلو يدخل الشيطان عشان يشوش على الإرسال الحلو، فيبعت الأنبياء الكذبة. ولحد آخر الزمان يقول لنا الكتاب
ووقت أن يقترب المسيح يرسل الشيطان المسيح الدجال ويجي ويظهر نفسه كأنه إله. أقول لك الشيطان بيشتغل وصاد كل عمل بتعمله. في يوم من الأيام أبونا أبو مقار راح يزور ماكسيموس ودوماديوس، ولما دخل وقعد عندهم في القلاية يقول أنا تظاهرت بالنوم عشان أطمن على أولادي. فيقول لما دوماديوس قام عشان يصلي، فبيقول أول ما كان يرفع إيديه بالصلوات كانت الشياطين تقترب إليه وملاك الله يدفع الشياطين عنه. الشياطين تقرب والملاك يدفع الشياطين عنه. كل ما أنت تعمل عمل روحي الشيطان بيحاول يقابله بعمل من نوع تاني عشان يقاوم مملكة الله. المسيح يطلع على الجبل صايم، الشيطان يجي يقول له ايه الداعي للصوم، اسجد لي فأعطيك ممالك العالم. المسيح يعمل العمل الروحي والشيطان يعمل. عشان كده يشوع ابن سيراخ يقول لنا انت قدمت الخدمة ربك، هيئ نفسك لجميع التجارب. التجارب بتيجي منين؟ من الشيطان. فيقول لك اول ما تاخد خطوة للخدمة اعمل حسابك ان في حرب جاية. ابو مقار في يوم من الايام وهو طالع من الدير وكان في اول الصوم الكبير اتقابل مع الشيطان داخل للبرية وقال له انت رايح فين؟ بيسأل الشيطان، وربنا كان مدي لابو مقار نعمة انه كان يشوف الشياطين بعينيه. فقال له انت رايح فين؟ قال له الرهبان هيبتدوا الصوم الكبير وانا ابتدي الشغل الكبير، ابتدي الحرب، لان الرهبان هيبتدوا يحاربون فانا هبتدي ان انا ايه احاربهم. فهو ده عمل مملكة ابليس ضد مملكة المسيح. عشان كده دايما احنا بنقول مملكة المسيح هي الكنيسة على الارض ومملكة ابليس هي العالم اللي حوالينا. فاللي يدخل ويحتمي في الكنيسة ويحتمي بالحبل القرمزي اللي هو دم المسيح يكون له نجاة وخلاص، لكن اي واحد بره هالك، ولا خلاص الا بالكنيسة ولا خلاص الا بدم المسيح. تيجي تقول لي ناس حلوين وعايشين بمبادئ حلوة اقول لك كويس، تقول لي هيخلصوا اقول لك لا. البلد كلها ما خلصش فيها الا بيت رحاب اللي هي علقت الحبل القرمزي علامة الخلاص بالدم، لكن اي بيت تاني ملوش خلاص. فلا خلاص الا بالدم. تيجي تلاقي ناس عايشين بمبادئ، ناس عايشين باديان، ناس عايشين بفضيله، ده كله لا يخلص الانسان. الشيطان دايما بيكون مرتعب مننا بس احنا ما بنحسش، بنظن دايما ان الشيطان اقوى مننا. وتقول لي الشيطان يغلبني، وواحد يجي يقول لي انا مش قادر اعمل حاجه من الشيطان اللي بيقاومني. لا يا حبيبي، هنا هو تقول لنا في سفر يشوع الإصحاح الثاني أما كلمتهم رحاب قالت لهم الشيطان مرعوب منكم، أنتوا جايين تتجسسوا، لكن أنا عايز أقولها لكم بصراحة الشيطان مرعوب منكم كلكم، أنتوا اللي تعمدتوا وأنتوا اللي واخدين جسد المسيح ودمه، الشيطان مرعوب منكم ومش عارف يعمل فيكم إيه. هي تقول لهم علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم. ده اللي بيقوله لنا ربنا. ربنا بيقول لكل واحد مننا أنت اللي تعمدت، أنت اللي احتميت في الأسرار الكنيسة، أنت اللي احتميت في كلمة ربنا. ربنا بيقول لكم رعبكم قد وقع على الشياطين، ويقول لكم كمان جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم. معاكوا قوة كبيرة، معاكوا قوة كبيرة. أنت بتشعر في نفسك أنك ضعيف، ولكن بولس الرسول يقول وأنا ضعيف حينئذ أنا قوي، أنا معايا قوة. إحنا اللي بنخشاه هو مرعوب مننا. ما تنساش أنك أنت لما بتتعمد بتقول أكحدك أيها الشيطان، والشيطان يبقى تحت رجليك. أكحدك أيها الشيطان تقولها ثلاث مرات. هل بعد ما الشيطان نزل تحت رجليك والمسيح بيقول أعطيكم السلطان أن تدوس ترجع تقول لي أنا مشغول بالشيطان؟ مشغول يعني الشيطان واصل فين؟ في دماغك وفي فكرك، أنت اللي غلطان. لكن يقول لك الكتاب رعبكم قد وقع
علينا. رحاب سعت للحياة الأبدية وطلبتها. هنا يقولوا لها احنا هنخلصك. هل الجاسوسين دول يقدروا يخلصوا المرأة دي؟ يقدروا. إن كانوا الجاسوسين يمثلوا الإرساليتين بتوع المسيح، الاتناشر تلميذ والسبعين هم عملوا من أجل خلاص الأمم، وإن كانوا يمثلوا الوصيتين، الوصية الأولى تحب الرب إلهك ووصية تحب قريبك، المسيح قال إن على الوصيتين دول يقوم الناموس والأنبياء يخلصوا. فإن المرأة دي احتمت بالوصيتين دول، وعشان كده ربطت الحبل. إنسانة عجيبة. نقطة تانية في فضائل المرأة الزانية دي، أنا بخجل إن أقول عليها الزانية دي، امرأة تحمل إيمان قوي. المرأة دي أول ما طلع من عندها الجاسوسين قالوا لها علق لنا الحبل القرمزي، ولما تعلقيه إحنا هتنجي أنت واللي في البيت. وبعدين قالت لهم طب أنا عايز أقول لكم حاجة، اللي طلعوا من عندي، اللي جايين من عند الملك دولة، الجنود بتوعه هيطلعوا وهيمشوا بره وبعدين هيرجعوا مرة تانية، فأنتوا الأمان ليكوا، اختبئوا في الجبل ثلاثة أيام، استخبوا في الجبل ثلاثة أيام، يكون رسل الملك طلعوا لفوا ورجعوا تاني، فأنتوا تمشوا في أمان في الوقت ده. فطبعا يحتموا في الجبل، الجبل يشير للمسيح، والاختباء ثلاثة أيام إشارة لموت المسيح وقيامته، فهم لما يقوموا بعد كده يطلعوا مفيش موت ليهم، فهم راحوا يختبئوا الثلاث أيام. المرأة دي العجيب بقى فيها، نرجع للنقطة دي، إنها من لحظة خروج الجاسوسين نزلتهم من الشباك وعلقت الحبل القرمزي. علقته قد إيه؟ على الأقل حاجة وعشرين يوم، يعني ما أجلتش. لحظة ما طلعوا دي قالت لهم استخبوا ثلاثة أيام، تقول لي طب كانت استنت الثلاثة أيام، ثلاثة أيام تستناهم وبعدين تقوم معلقة الحبل، ليه الاستعجال؟ هقول لك لا، المرأة دي لحظة ما حست إن خلاصها بالحبل القرمزي اتعلقت فيه. وأنت عارف إن خلاصك بدم المسيح، هل بتتمسك بيه كل يوم؟ عارف إن خلاصك بالإنجيل، هل بنمسك في الإنجيل كل يوم؟ عارفين إن خلاصنا بالارتباط بالكنيسة، هل إحنا عايشين فيها زي ما المسيح أوجد لنا الكنيسة ومنعيش جواها؟ هنا المرأة الزانية دي، رحاب اللي عاشت في الطريق الواسع، قالوا لها خلاصك بالحبل، نزلتهم وتعلقت هي مكانها، تعلقت بالحبل القرمزي اللي هو هيكون سبب خلاص ليها والأهل بيتها، وعلقته. ثلاث أيام استخبوا في الجبل وراحوا ليشوع وحكوا له القصة، ويشوع قعد ثلاث أيام يعد في الشعب، وبعد كده ذبح الخروف. قبل ما يذبح الخروف قعد الخروف تحت الحفظ الخمس أيام، وبعد ذبح الخروف قعدوا ياكلوا الفطير، وبعدين جم وعبروا الأردن ولفوا سبعة أيام حوالين أسوار أريحة. كل ده وهي مدلدلة الحبل اللي هي معلقة حياتها كلها في الحبل الإيه؟ القرمزي. فالإنسانة دي ما أجلتش. يا ما ناس يجوا يأجلوا ويقول لي طيب يعني أما أكبر شوية أعترف. أنا صدقني هعترف بس لما أخلص الموضوع اللي في إيدي، لأن أنا هكذب فيه كتير. فبعد ما يخلص أنا هروح أعترف، لأن أنا مش هقدر أعترف دلوقتي وهروح هكذب. فما يخلص الموضوع ده ونتننا نأجل، نتننا نأجل، وبالتأجيل ده في صالحنا؟ أبدا. المرأة دي أحسن مننا كلنا. المرأة دي لحظة ما قالوا لها خلاصك بالحبل اتعلقت فيه، وفي الحال نفذت اللي قالوا لها عليه. مفيش تأجيل، التأجيل بيضيعنا. أتني أجل والفرصة ما تكونش معاي. المرأة دي لو تنتها أجلت وجولها وبيتها مش متعلق فيه الحبل كانت هلكت زي الناس الباقيين. وإحنا في العالم، العالم كله هيهلك وهيتحرق إذا كناش في لحظة ما يجي المسيح وبيقول لنا سيأتي بغتة. إذا جاء بغتة ولا أنا مش متعلقين في الحب، يبقى كلنا هنهلك زي ما هلك مدينة أريحة.
قصة خلاص رحاب اتكلمنا عنها، لكن هنا يقول لنا في يشوع نعيدها تاني. وقال يشوع للرجلين اللذين يتجسس الأرض: ادخل بيت المرأة الزانية واخرج من هناك، المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. شوفوا أول حاجة يعملها يشوع يقول لهم ادخلوا، وأول حاجة تعملوها في البلد دي كلها تخلصوا مين؟ رحاب. رحاب، شوفوا ربنا حلو ازاي، ربنا بتاعنا ده حلو. يقول لهم انا هولع في سدوم وعمورة، لكن تطلعوا لي منها مين؟ لوط. انا ههلك العالم بالطوفان، لكن انا عايز مين؟ نوح. ربنا ده عجيب ويدور على النفس الواحدة. لما ابونا ابراهيم يقول له يمكن يكون في 10 في المدينة، يقول له يا ابراهيم مفيش 10، لكن الواحد انا ايه؟ هخلصه. انت يمكن 10 بتدافع عنهم، ولو اقل من كده ولع فيه، لكن انا بقول لك الواحد انا هخلصه. هنا اول حاجه عملها يخلص رحاب، وربنا هيعمل معانا كده في نهايه الايام. قبل ما ربنا ما هيهلك الارض كلها، هيكون طلع من الارض كل انسان تايب، كل واحد تايب هيطلعه من الارض، وبعدين تزول العناصر المحترقة وتحترق الأرض وما عليها، لكن مش هيسيب تايب على الأرض بدون ما يرفعه ويلتقي معاه على السحاب. هو ده نفس الكلام اللي حصل في أريحة هيحصل في العالم اللي احنا عايشين فيه في مجيء رب المجد المجيء الثاني. الآباء بيقولوا إن الجاسوسين دول أيضا يشيروا للآب اللي أرسل الابن وأرسل روحه القدوس. تقول لي يعني الروح القدس نقول عليه جاسوس؟ إيه هو الجاسوس؟ الجاسوس هو اللي يكشف، بيكشف. الجاسوس بيجي بلد وتكون معلومات مستخبية يطلعها ويظهرها، فهو الروح القدس بيعمل فينا إيه؟ يدخل في أعماق القلب ويكشف خفايا القلب بتاعت الإنسان، ويبكتنا على خطية. يبكت يعني ايه؟ يعني يظهر الخطايا، فهو بيكشف اللي جوانا. برضك بروح ربنا بتكشف السماء وبنعرف الأبدية. برضك يقولك معلمنا يوحنا: كنت في الروح في يوم الرب، وابتدى يشوف رؤى عجيبة جدا وسجلها لنا. فالروح بيكشف لينا، وده مفهوم التجسس. فيقولك أرسل لنا ابنه. الجاسوس معناها رسول، ودي مقصود بها إرسالية الابن والروح القدس. طبعا احنا اتكلمنا عن موقف ملك أريحة، وان ملك أريحة دايما يمثل الشيطان اللي بيحاول يطلع من جوانا اي كلمة ربنا بيديها لنا. ليه نجت رحاب؟ اول حاجة، اول نقطة، قلنا قبلت الجاسوسين سرا، لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة قادرة ان تخلص نفوسكم. قبلت الجاسوسين يعني نقبل كلمة ربنا جوانا. تاني حاجة، قبلت الرسل خدام الكلمة. معلمنا بولس الرسول يقول: وتجربتي التي في جسدي لم تصدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. يعني هي قبلت الخدام كأنها بتقبل ربنا بنفسه، وأعلنت ليهم وطلبت الخلاص، ولذلك نجت هذه المرأة. تالت حاجة رفعتهم على السطح، وده مفروض انها بتتحول حياتها لحياة سماوية، خبتهم بين عيدان الكتان، اشارة انها قبلت الحياة الطاهرة لان الكتان لونه ابيض. طلبت علامة امانة اللي هو الحبل القرمزي، وقعدت جوه البيت. طبعا اتكلمنا عن ان رحاب امنت وخلصت هي واهل بيتها، وازاي رحاب كانت تمثل الانسان اللي هو بيطلب ربنا وبيطلبه من قلبه وبيسعى لخلاص نفسه، مش بس خلاص نفسه، سعت لخلاص نفسها ولخلاص اهل بيتها. ربنا ينفعنا ببركه ابطال الايمان العظام، له المجد الدائم الى الابد.